بسم الله الرحمن الرحيم. هنا رانا اليوم 29 نوفمبر رفقة الجمعية الولائية لبشائر الرحمة بمعسكر، رانا بدوار أو بقرية الشمس بوات الأبطال رفقة هذه الجمعية، وين رايحة إن شاء الله تقوم بتوجيه نداء معوز إنسان صاحب 8 أولاد. تفضل حاجة. كما كنا نذكر الجمعية الولائية لبشائر الرحمة لمعسكر كالعادة في خرجة جديدة رفقة الحاجة مباركة رئيسة الجمعية الولائية بشائر الرحمة، وين تفقدت اليوم إنسان معوز رفقة الحسماعي المسعدي والأخت سعاد، وهذه هي الأم تاع يمين الأم تاع العائلة والأب. نشوفوه، هذا هو الأب اللي عنده 8 أطفال هنا في قرية الشمس بواد الأبطال. الحاجة السيدة الحاجة مباركة رئيس الجمعية الولائية، تفضلي. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رانا اليوم الجمعية الخيرية بشائر الرحمة، رانا متواجدين في دوار تاع دوار قرية الشمس تابعة لواد الأبطال ولاية معسكر. رانا اليوم متواجدين عند عائلة معوزة، الإنسان جورنالي يخدم نهار نهار ما يخدمش. راكم تشوفوا في العائلة كي راهي دايرة، أم لعدة أطفال، والأم راك تشوف فيها مريضة ناقصة جيعانة ما عندهاش معوزة. واليوم نحنا نتفقدناها، كاين الأخت سعادة معنا والحاج إسماعيل المسعدي ومسعدي حسين. رانا اليوم تفقدناهم، الحاج عبد القادر، رانا جايين عندهم ونوجهوا نداء للناس تاع الخير. احنا اتصلنا اليوم، هما غدوة واللي عليه، وهذه هي الدنيا. وما نسمحوش في هذا المعوزين، ما نسمحوش بيان سور. احنا نتنقلوا من ولاية البلدية للدوار باش الناس احنا نديروا النداء الأول ان شاء الله وتكون فيها خير مع ناس ثاني، ناس تاع خير. راهم ان شاء الله كاين. تشوفوا في البيت كي راهي دايره، راك تشوف سي احمد، راك تشوف هنايا التواليت تاعهم ما عندهمش كاع. احنا رانا في الشوبان، ورانا في المدينه، ورانا بفراشنا وبغطانا وبتلينا، ورانا مديقوتين، ما بالك عائله كيما هذه. ان شاء الله ربي يجيب الخير. الاخت سعاد تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. كما راكم تشوفوا هاي العائله مساكن فقراء، الاب ما الله غالب ما صابر عليها، وين الام ها هي مسكينه، لا حول ولا قوه، ربي معاها. ورانا كيما اليوم انا والحاجه مباركه والاخ مسعدي اسماعيل وخويا، رانا كاع مجتمعين وحنا رانا نمشوا في الخير، ومازال قدام ومازال رانا معاكم. بصح فاني انتم المحسنين، المحسنين نادوكم انتم، انتم فاني وقفوا معانا، كي توقفوا معانا هذيك هي، خاطر علاه باه نتعاونوا على الناس المساكين. موزين. وجزاكم الله خير، والله الله يحفظك سي احمد. صحيح. الله يحفظك. الاخ اسماعيل. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى سيدنا وحبيبنا محمد عليه افضل صلاه وازكى تسليم. جمعيه بشائر الرحمه دائما كعادتها مع الفقراء، مع المساكين، مع المعوزين، مع الارمله، ومع اليتيم والمختونه المطلقه وما ذوي الاحتياجات الخاصه. جمعية اليوم راهي في قرية اسمها قرية دوار شمش، ولكن العجيب والغريب أن هذه القرية، هذه العائلة، عائلة بو جمعي بن جمعة بن عشير، لم تطلع عليها الشمس، فما زالت تعيش في ظلام البؤس وظلام الفقر وظلام الحرمان وظلام المعاناة وظلام النسيان، النسيان من المسؤولين ومن الناس حتى المحسنين. احنا دائما كنا نركز على المناطق النائية، هذه المناطق النائية لا حياة لم تنادي. شوف لنا والله نتأسف، احنا رانا في 2020 كي شفت الوضعيه تاع هذه العائله والله حيرتني. رانا وين ما نخرجوا رانا غير نزيدوا نتحيروا، لهذا احنا نوجهوا النداء. احنا اللي جبناهم مواد غذائيه وجبناهم البس، هذه الاخت تاعنا جات عندي شحال خطا من المحل وقالت لي روحوا شوفوا الوضعيه تاعي. انا اللي من جيت شفت الوضعيه تاعها وتحيرت، كنت غادي تشوفوا البيت هنا كي داير والاطفال هاني سي احمد خويا هنا. قال هذو كي راهم يطلعوا، شوف كي راهم يطلعوا سي احمد خويا الريسك. انا والله العظيم طلعت ولدي خفت، ها هو انا بلاصه تاعي، شوف الدرجه تاعي كي دايره، وشوف الخيط هاني الكهرباء، الكهرباء على برا، وغادي تدخل تشوف احمد خويا، غادي تشوف. وانا نقول في نقول كما قال متولي الشعراوي، قال لك اذا وجدت فقيرا في بلاد المسلمين فتاكد ان هناك غني سرق ماله. شوف الله يفتح عليك التلفازه كي دايره،
الثقه مبلع مطوع البر ما عندوش باش يدير الثقه. شوف الافريشه كي دايره الله يفتح عليك، وشوف تبنتي كي دايره، شوف كلشي ما كاش. انا نقول هنا الحياه انعدمت، حنا رانا نوجه النداء القلوب الرحيمه الخيرين في تيغني في ولاد الابطال اللي يشوف هذا الفيديو بارطاجو يعاونوا هذو الناس، هذو الناس يستحقوا المساعده. الناس راهم موتى ماشي حيين، راك تشوف الحاله كي راهي دايره، معين محطه في الارض، راه ما يقدرش شكون اللي راه يقعد على شرمه. يخبرني شكون اللي راه يقعد على شرمه. شوف انا مستعمل الغيوينات مساكين، راك تشوف كراطينهم، راك تشوف الفراش كي داير، شوف الكراطي اللي راهي دايرتهم. شوف سي احمد خويا. حنا ان شاء الله نجيبوا لها فراش، نجيبوا لها مطارح، نجيبوا، ولكن احنا باغيين محسنين. سي احمد خويا شوف 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 قاعد هذا المحصول، شوف سي احمد خويا شوف كسرة ما يخاف زدت لك، تشوف لي هذه الكسرة هنايا، حمق شكون اللي ياكل هذه الكسرة محروقة. سي احمد خويا شوف راك تشوف شوف اللي راهي دايرتها. هادو زوج زوج، شوف ليلة هادو شكون اللي ياكلهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف هذا شوف فيه القهوة، هذا رحمك نشربوا فيه القهوة. مازال أنا مازال ما استقليناش والله العظيم، والله مازال ما استقليناش. هذا قولي بلي يعاونوا طلبي منهم. لا يعاونوني، لا يعطيهم الخير، والله يحفظ الوليدات والوالدين اللي عاوني في وليداتي، ماني تاع الوليدات بسلامتهم. وانا ما طفتلهمش، الراجل ماهوش خدام. شحال عندك الحق؟ عندي 8 بسلامتي، 8 ان شاء الله. واه عندي 8 بسلامتي. لا يقروا، لا يقروا، اللي يقروا بصح ما نحاولتليش كيما اللي ما رحت نكتب نبغي نقرا. سمعت الخصم تاع قرايه ما زارتني في معسكر في المكتب ما يخلصكم. الا عاودي هذه اللي جات عندنا في لازم. انا ربي يقول معكم بالخير ان شاء الله. جديده. هذه جديدة تبرعوا بها الناس. احنا ما ننسوكش، نطلبوا من المحسنين باش يشوفوا اللي عنده زكاة. اللي عندها مسكينة هذه اليوم روحت على 12 العسكر الصالح اللي تستحقهم، تستحق منها بحال تقرا دي في الاختبارات. روحت اليوم العسكر ثاني شباب ربي فين عطاهم لها، عطاهم لها الحمد لله. شوف من صح الناس شابة هنا. ها يعني كان نبيسة هذه. هذه رسلهم انسان مغترب في فرنسا. نقول له امانتك بلي هي وصلت. كثر خيره وذوق نشوفها، حنا نديروا لي فيديو باه كل واحد يشوف امانته وين راسها. ها هو اليوم كل حاجه توصل للجمعيه بشائر الاحبار العالميه. خويا مجرد اقتراح، لا كان واحد يعاوننا بشويه تاع سيما، وهاني كان شي واحد يعطينا باه نشريو مكرياج في بلاصه تاع ريسك. احمد خويا غادي نشوفوا بناي من اهل من الوضعيه باش كاير سيما ان شاء الله وكرياج، وهذا المرحاض ندير له باب ان شاء الله. خاصة الحاجة مباركة، خاصة هاد الدروج راهم في الأولاد راهم في خطر. أنا يكون كاع شوف أنا هاني هنا ما نجمش، ما بالك غريان يقرا من ليك وجاي في الليل هو. ساعة حنا نكبر لزومنا الحبسة غريان يطيح يموت والله غير يطيح. صحيح. حنا نطلبوا من المحسنين باش يزيدوا يتصلوا. حنا رانا جينا اليوم جبنا لهم ولد غادي ايا، وهذا المغترب ربي يجازيه، هذا اللي ميت غيره جاب لنا الحفاش. وما مسكينه عريانه راك تشوف فيها سي احمد، ما هي بالحفه. راهي احنا ما رانا جزائريين ومسلمين وفينا الخير. الناس ما راهيش تعرف، انا نقولها صراحه ما راهيش تعرف وين ندير صداقتها. صح شو عاد. بسم الله الرحمن الرحيم. كما قالت الاخت الحاجه مباركه، حنا هذا اللي قالته الحاجه مباركه نقولها انا. بارك الله والمحسنين الله يجازيكم، عاونونا في سبيل الله وجزاكم الله خير. اسمعي حنا قلنا لكم، حنا قلنا لكم جمعيتنا جمعيه ولائيه، انا نركزوا على في المناطق النائيه. هذه المناطق النائيه كون ما يجوش عندنا ما نعرفهمش. كاين اللي بالك في الاهل هنا في هذه المنطقه ما يعرفش هذه الحاله هنا. حنا جينا نوروهم باه تعاونوهم ماشي نشهروا بهم. هذا واحد الجمعيه، هذا بخيري انساني. صحيح بارك الله فيكم. ربي يحفظك. صحيح.